اتفضل يا رضا. ألو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله. حبيبي يا شيخ، يعني والله أنا أحبك في الله، وهذه مش أول مرة بتصل فيك. يعني ممكن صوتي صار يعني اتفضل. ذكرنا بمرة أنا من لبنان. حبيبي يا شيخ، فتعرف أنت يا شيخ، لا نحن فايتين على موسم من هالمواسم الدينية عندنا في لبنان، موسم عاشوراء يعني عند الشيعة. هلا انا بطبيعه الحال، انا كلمتك قبل مره عن حالي، انا شخص ولدت في عائله شيعيه، ولكن مع حياتي تربيت على مبدا انه نسب صحابه الرسول، نسب ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، انه نقول انه القران محرف. ابدا ما عندي هذه الامور، انا تربيت على الله ربي والاسلام وديني محمد النبي، القران كتابي والكعبه قبلتي. ولكن هلا انا بدي يعني انا عاشوراء من زمان، من تقريبا بطلت يعني انزل احضر المجالس العاشورائيه اللي بيعملوها، لاني في عندي تناقضات براسي، في عندي اسئله كثير، في عندي اشياء مش عم بوصل لي. يعني انا بقول رضي الله عن سيدنا عمر ورضي الله عن سيدنا ابو بكر، بس بنفس الوقت بعدني لحد اليوم ما بعرف انا كيف انتهى عمره للسيدة فاطمة مثلا بنت الرسول، أو كيف انتهى عمره لحسين رضي الله عنه، الإمام حسين ابن الإمام علي. فبدي أعرف أنا يعني اليوم، إذا هم ما استشهد في كربلاء اليوم الإمام الحسين، وما قتله يزيد بن معاوية، وإذا اليوم هو ما سبيت نساءه مثلا وأخته زينب، شو هي الحقيقة؟ أنا لأنه صراحة يا شيخ وليد، أنا بسمعك صار لي تقريبا سنتين، والله العظيم إني أحبك في الله، والله أحبك العظيم الله. إني بحب المناظرات تبعولك وبسمعك، وعندي ثقة في الكلام اللي أنت تقوله، وأريد أسمع منك أنت جواب، أريد أسمع منك. يعني أنا اليوم بقول لك، أنا شيعي معتدل، ما تسننت لأني محافظ على ديني اللي أنا خلقت فيه وهيك، ومثل ما قلت لك أنا مسلم شيعي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكل الخلفاء وكلهم على راسي، واتردى عنهم كلهم. فبس بدي افهم، بدي افهم من يعني كلام جوهر يطلع منك انت، ويسمعوا كل الشيعة اليوم، نحن شو عاشوراء بالنسبه لي؟ انا اليوم شو المطلوب مني؟ انزل ارجع، اذا انا بدي انزل على المجلس العاشورائي واسمع الشيخ شو عم بيقول، هو تماما منافي لاي شيعي معتدل. يعني ما الا ما في شيعي معتدل بالتفكير اللي انا بحطه بيتردى على سيدنا عمر أبو بكر، وبينزل اللي بيسمع مجلس عاشوراء، لأنه في تناقض كبير جدا بين أنك تكون بهذه العقلية وتنزل على مجلس عشرائي تحيي مراسم عاشوراء للحسين. حلو، فأنا أنا هرد بدي عليك في أفهم المسألة منك أنت ديت، يا شيخ. هرد عليك. اتفضل حبيبي، اتفضل. كم نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكم رسول قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قتل؟ العديد منهم. الكثير. هل النبي صلى نعم. الله عليه وسلم أقام مجالس عزاء لهؤلاء الأنبياء والمرسلين؟ وهل هؤلاء الأنبياء كان والمرسلين أفضل من الحسين أم أقل مرتبة من الحسين؟ أفضل من الحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة ليكون جيشا ليقيم أمة. ما النبي صلى الله عليه وسلم التفت أن هناك، أن هؤلاء الكفار سواء اليهود أو سواء حتى كفار قريش، النبي لم يحاسبهم من قتلوا ومن لم يقتلوا، وأن اليهود قتلوا أو لم يقتلوا، لم يحاسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلمهم على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم له أهداف، ألا وهي تعليم الناس التوحيد، تعليم الناس الحلال والحرام. لو سألت هؤلاء الذين يلطمون ويطبرون ويجعلون من الساحات مسرح للدماء، والذين يجلسون على منبر الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قل لهم احكوا لنا حياة الحسين، طاعة الحسين، اعتقادات الحسين، لا ماذا يعرفون صنع شيئا. الحسين في حياته؟ الحسين مات عنده حوالي 56 سنة، ماذا كان يصنع طيلة 56 سنة؟ لكن أنت بتبكيني على الحسين، طب جميل، بتخليني أضرب، طب أضرب نفسي ليه وأنا أعلم أن الحسين شهيدا؟ بتخليني أضرب نفسي ليه؟ هل هو حزنا على الحسين؟ هل الحسين يتأثر بما نحن نفعل؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طب الذين جاءوا بعد الحسين، علي بن الحسين، هل كان يقيم مجالس عزاء ويقيم مجالس لطم إلى آخره؟ إن أردتم ذلك فلتتبرعوا بدمائكم إلى المستشفيات،
إن أردتم إفادة الأمة فلتخرجوا على من قتل الحسين مرة أخرى الذي نهب ثروات العراق وإلى آخره. فالله المستعان، هذا هو نهج الحسين، الخروج على الظالم. ولكن الخروج على الظالم اللي هم أهل السنة والجماعة، لكن يدعون هؤلاء المعممين يكذبون ويسرقون إلى آخره، وجعل العراق كما نرى نحن الآن. هل هذا هو مذهب الحسين؟ ألم تقولوا أنه كان يخرج على الظلم وأنتم استكنتم للظلم ورضيتم بالظلم إلى آخره؟ فهي كلها إثارة النعرات الطائفية ضد منهج معين أو ضد طائفة معينة. وإلا والله لو لم يكن هناك سنة، أقسم بالله لو لم يكن هناك من أهل السنة والجماعة لما وجد اللطم والتطبير والنياحة واستجلاب الماضي. على فكرة يا شيخ لو تسمح لي بس، تفضل. من يعني كرمال اللطم والتطبير، ولا بعمري أنا عملت هذا الموضوع، وأنا نافي عنده، نافي كليا منفي عندي. وحتى بالمرجعية اللي أنا بقلده السيد محمد فضل الله الله يرحمه كمان حرم هذا الموضوع ومكره. وعندنا في لبنان يعني من الأقلية بس هم اللي عندهم هذا التطبير، أخذين هذا العادات للأسف كمان من العراق، من إيران، عندهم هذا العادات وأخذينها. يعني أنا حتى من موضوع التطبير، وحتى كنت يعني من 5-6 سنوات لألك أو أكثر لما كنت أحضر مجالس ما يكون فيها تطبير يعني. ولكن اليوم بدي أسألك أرجع سؤال، أنت أعطيتني مقارنة بالرسل الذين سبقوا النبي محمد والأنبياء، وطبعا هم، بس عندي سؤال، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم النبي محمد هو أفضل المرسلين عند الله؟ نعم، هو أفضل الرسل أو صحيح؟ نعم، لأنه نعم، حامل الدين الإسلامي وخاتم الرسل وخاتم الأنبياء محمد عليه صلى الله عليه وسلم. فاليوم لما نحن الحادثة التي حصلت مع، لنقول حفيد الرسول، اللي هو حفيد رسول، اللي هو حفيد محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تعتقد أنه اللي عم يحصل اليوم من إحياء مراسم عاشورية هو يعني شيلك من التطبير وشيلك من الدماء التي تسكف بطريقة خطأ، ولكن ألا تعتبر إحياء مراسم عاشورية بطريقة معتدلة أنه لتخليد ذكرى الحسين أو ما حصل مع الحسين بطريقة هل هو شيء أيضا يعتبر باطل مثلا أو بدعة أو ما أو أولا ما يعني أنزل الله عز وجل بها من صلاة ومن سلطان. الميت عندنا مات إزاي وكيف دخل القبر، انتهت القصة. عيش حياتك، عيش حياتك، شوف حياتك عايزة إيه. الميت خلاص، حتى ولو كان قتل، حتى لو كان الحسين ألم يقتل واحدة واحدة، ألم يقتل علي بن أبي طالب؟ نعم. لماذا لا يفعلون معه ذلك؟ ممكن الفترة الزمنية التي قتل فيها الإمام علي مثلا. ما في حاجة اسمها فترة زمنية، ما في حاجة اسمها فترة زمنية. لماذا الآن لا يطبرون على علي بن أبي طالب؟ لماذا لا يلطمون على علي بن أبي طالب؟ لأن القاتل مجهول. يعني انت لو قلت لك صف لي الخوارج، مين الخوارج؟ مش هتعرف تجيب اسمائهم. انت صح، تحفظ فقط هو قاتل علي بن ابي طالب، صح؟ صح. لكن لا، يزيد يبقى معاوية حارب علي، ونفضل نطلع كده. يبقى الاصل مش اصلي كيف قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، ولكن قتل الحسين في زمن من؟ القضية قتل الحسين في زمن من؟ صح، زمن صح؟ معاوية، صح، زمن يزيد. يبقى القصة مش قصة مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، القصة كلها قصة يزيد مش الحسين. والله لولا يزيد، لولا يزيد ومعاوية وأنهم محسوبون كما يرى الناس محسوبون على أهل السنة الجماعة لما وجدت اللطم والتطبير. وإلا لماذا قتل؟ طب ماشي، الآن تعال نحللها شوية. أنت خارج والمفروض أن أنت هيبقى معاك جيش وداخل حرب، معروف إما النصر وإما الشهادة، صح؟ صح. يعني أنت عارف أن أنت إما تنال النصر أو تنال الشهادة، صح؟ أيهما أشد قتلة، المغدور أم الذي ينال الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة؟
المغدور أم الذي ذهب برجله لينال النصر أو الشهادة؟ المغدور علي بن أبي طالب. لماذا لا نسمع لعنة الله على قاتل علي بن أبي طالب؟ لماذا لا نسمعها ولكننا في المقابل سمعنا لعنة الله على قاتل فاطمة، لأنهم يرون أن عمر بن الخطاب هو من قتل فاطمة؟ ها قل لي أنت، أنا نفسي أسمعك فيديوهات كده دايما في اليوم والليلة زي ما بيحصل مع الصحابة، لعنة الله على ابن الرحمن بن ملجم. سمعتوها؟ لم تسمعوها. يبقى القضية مش مسألة مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، القضية من قتل. ليه اللي قتل حسبوهم على يزيد معاوية، ونطلع من معاوية بعد كده على من؟ على عثمان، ونطلع من عثمان على عمر، ومن عمر على أبي بكر الصديق، والسلسلة ديت. وإلا قلنا لماذا لا تصنعون التطبير واللطم على قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ فالله المستعان. فالمسألة، طب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قتل، النبي أم الحسين؟ النبي طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم شربوه السم طبعا. والسم قطع أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكم اشتد الألم بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معي لحظات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السم يقطع كبد النبي صلى الله عليه وسلم. وريد أعمل لك أنا مظلومية، ما تعملتش ليه في النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح صح. أنا اللي عم تتكلمه صح، وهذه الأسئلة وهذه الأمور اللي أنت عم تقولها يا شيخ وليد يا باشا، كله شغل سياسة، كله شغل لعب على العاطفة لأهداف معينة. صح، أهداف معينة. صح صح، والله المستعان. ماذا؟ الله المستعان، الله المستعان. ربنا يهديهم ويصلح لهم حالهم.